كابتن علاء، فوز غالي مع خصم قوي، مباراة صعبة وظروف صعبة. بص يا ايمن، مش فلسفة ولا حاجة، في مباريات تكسب ولا تلعب. دي النهاردة. وانت غصب عنك وظروفك مضطر يبقى هو ده. على فكرة مش ببرر الشكل واللي كان فيه كابتن شريف، لكن انت واضح ان انت مجهد جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. دي لا خلاف عليها، ربنا يكون في عون اللعيبه بجد، لا خلاف عليها. اصل الاجهاد ده، انت اما تجهد انت مش حكايه تجهد في حته الجري بس، انت كمان تفكيرك في الملعب بتتاثر. يعني مهما كان انت لعيب كوره وبتقدر تتحكم في ريتمك وادائك وكميه جريك، في وقت بتتعب. صح. يعني اللي انا بتكلم فيه ده، هات شكل اكرم توفيق بعد الجول الثاني. بص اللقطه اللي عليه بعد الجول، بص تعبيرات وشه عامله ازاي. واحد يعني بيجري اقصى حاجه عنده، خلاص اخر حاجه، لكن صح. عامل كره عرضيه حلوه قوي وهدف حلو محمد شريف. الهدف ده ايمن، لو انت في حالتك البدنيه الطبيعيه انت هتكرر اللعبه دي في المصري كذا مره، كل مره. مظبوط. كان طلع النهارده سكور زي ما انت عايز، مش زي ما احنا عايزين مستنيين الماتش كله ان 2-1 وماتش مشدود. لا كلامك صح، ممكن نجيبها بعد كده. في كورتين بعد كده جم في نص الملعب طبيعي. فكان اللي معاه كره مستني اكرم يكمل، هو مش قادر يا عيني. لو كره شريف وكره طاهر وكره طاهر الاخير طاهر تعب. انا كنت حتى بتكلم مع اسامه، تحس هو بيلعب الكوره لا عصبي. بعد ما عديت مشدو عصبي، يعني هو نفسه يجيب جول وشايف ان عايز يثبت ان هو موجود، وحته الضغط اللي هو فيه دي كلها عصبيه. يعني هو المفروض بعد ما عدى من دعدور، خلاص انت عملت اقصى حاجه، لازم الهداف بقى سنه هدوء، اذا كنت انت او احمد بلال، سنه هدوء بقى خلاص. هو ده. ما عشان كده بقول لك الهداف عمله غاليه ليه؟ ان في الاوقات صعبه زي كده يروح نهي الماتش تماما، الموضوع انتهى تماما. لكن انت مجهد بدنيا وذهنيا وبتلعب فريق محترم جدا، كل التحيه فريق مصر النهارده. بعد ما كابتن هرجع لك تاني.